السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. يناظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل في هذه الأثناء السباق الثالث لهذا الموسم، والذي يقام على كأس لجنة المعتمدين بالنادي وكأس سافرة للجيال العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة، حيث يشهد السباق إقامة 8 أشواط بمشاركة 66 جوادا. تقام في 6:30 مساء اليوم المباراة النهائية 3:00 على كأس السوبر لكرة السلة، وذلك عندما يلتقي بطل الدوري والكأس فريق المنامة مع ثاني دوري فريق الأهلي على صالة اتحاد السلة. ويقام نهائي كأس السوبر من 3 مباريات، ويفوز باللقب الذي يسبق منافسه الفوز في مباراتين، إذ فاز المنامة في الجولة الأولى بينما انتصر الأهلي في الجولة الثانية، يلجأ بذلك الفريقان إلى المباراة الثالثة الفاصلة لتحديد بطل أولى مسابقات الموسم الجديد.